بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الرياضة في رمضان. طبعا في معلومة كده إن الرياضة في رمضان قبل الفطار دي يعني نتائجها ممتازة وفوائدها كتير، بس للأسف المعلومة دي خاطئة. إحنا أفضل وقت للرياضة هو بعد التراويح أو بعد الفطار ب3 ساعات، وده ليه بقى؟ ده لأن هيبقى فيه مخزون من الأكل الجسم يقدر ياخد منه الطاقة بتاعته. لكن تخيل انت 15 ساعة صيام، وبعد ال 15 ساعة دول انا بعمل كمان عليهم ساعة رياضة، فانت متخيل هيحصل ايه؟ هيحصل طبعا اهدار لكمية كبيرة من العضلات. طبعا هتيجي نازل على الميزان، لكن نزولك غلط لانه بيبقى نزول كتلة عضلية. فيفضل ان الرياضة تكون بعد 3 ساعات من وقت الافطار. وكل سنة وانتم طيبين.